نعم، أولا نحن في أطون حرب مستعرة مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع بعد عملية بشعة ارتكبت في منطقة غلاف غزة. لا أعرف إن كان كل المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن يعرفون لماذا بادرت إسرائيل إلى حالة هذا الهجوم. فحقيقة الذريعة أو المبرر كان أبشع جريمة عرفتها إسرائيل منذ تأسيسها عام 48، لأن آلاف من عناصر حماس من دواعش حماس، والكل الذي يشاهدنا يعرف ما هو الداعش ولماذا أسمي من دخل إلى بيوت الآمنين وذبح الأطفال ونساء والمسنين، قام باختطاف العديد منهم إلى داخل قطاع غزة، لا عسكريين، مدنيين من جنسيات مختلفة لكن جلهم إسرائيليين، قتلوهم، اغتصبوا نساء، قتلوا الأطفال بدم داخل سيد أفخاي، أحرقوا المنازل لكل من كان في داخلها. سيد أفخاي، نقطة الانطلاق. سيد أفخاي، الأمم المتحدة أشارت إلى أنه من الممكن أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب في غزة، خاصة أننا نتحدث عن 9000 قتيل خلال الغارات، بينهم أو أكثرهم من الأطفال والنساء. ما هو ردك حول ذلك؟ عندما ذكرنا المبرر والأحداث التي سبقت هذه الحرب، من تلك المنطقة تحولنا إلى الهجوم، ونحن الآن في حالة حرب مع حماس، نقصف أهداف حماس بلا هوادة. للأسف حماس زرعت مقراتها وصواريخها ومنشآتها العسكرية بين الناس، هذا باعتراف حماس بنفسهم. يعني على سبيل المثال، يوم أمس تم استهداف أحد أبرز القادة الميدانيين لحماس في منطقة جباليا شمال القطاع، عندما قصف المبنى الذي تواجد في داخله مع نصيره، انهارت مباني كانت بجواره، لأن تحت تلك المباني كانت أنفاق حفرتها حماس. ويوم أمس خلال مقابلة مع إحدى الفضائيات العربية، قال أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، قال الأنفاق قمنا بحفرها لصالح لحماية القادة والشعب، هذا مسؤولية إسرائيل، لماذا لم يبنوا أي ملجأ أو غرفة محصنة لسكان غزة؟ يعني بادروا بالحرب، نفذوا أبشع الهجوم، أعرف بأن رد إسرائيل سيكون بهذا المستوى، لكنهم لم يحضروا حال السكان، لم يبنوا الملاجئ، لم يهتموا باحتياجات السكان. سيدة في الخير، بما أنك أتيت على ذكر مستوى الهجوم، اليوم نتحدث عن 27 يوم منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى الآن لم تحقق تل أبيب النتائج المرجوة على الأرض. هل كان الجانب الإسرائيلي يتوقع أن تمتد العملية لهذه الفترة؟ أولا قلنا منذ اليوم الأول بأن الحملة، وهذه حرب، هذه ليست عملية، هذه ليست حملة عسكرية، هذا لا نشاط عسكري، هذه حرب، والحرب ستستغرق من الوقت، لأن هذه الحرب هي حرب متساعدة تم بلورتها على مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الدفاع وإبعاد وتصفية كل من تسلل إلى داخل إسرائيل لارتكاب تلك المجازر. المرحلة الثانية كانت الانتقال إلى الهجوم والقصف الجوي الموسع بلا هوادة ضد أهداف حماس. والمرحلة الثالثة هي مرحلة العمليات البرية، ولذلك نرى الدخول والتوغل لآليات كبيرة، لقوات كبيرة جدا من جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة محاور في منطقة شمال قطاع غزة بالتحديد، للوصول إلى أهداف حماس، تصفية المخربين، تدمير البنى التحتية سواء كانت فوق أو تحت الأرض، وهذا سيستغرق من الوقت، ولذلك العملية ستستمر. عيوننا مفتوحة على جبهات أخرى، على تهديدات مختلفة، ونحن عازمون كل العزم على حماية المواطنين الإسرائيليين وتغيير الوضع الذي كان على حدودنا مع غزة. ما كان في الماضي لن يبقى في المستقبل، وما كان قبل 7 أكتوبر لن يكون بعد هذه الحرب. سيد أفخاي، الجديد في الموضوع أننا نتحدث اليوم عن مئات الأسرى الإسرائيليين وكذلك عشرات القتلى، ربما هي السابقة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي ما هي؟ نعم، بالفعل هناك صورة مختلفة عن الحروب الماضية، ونحن في مكانة مختلفة، وهناك الكثير من المختطفين الإسرائيليين الموجودين
في غزة هذه جريمة حرب بكل معنى الكلمة. من أخذ المدنيين وجل هؤلاء المختطفين هم من المدنيين وقام باختطافهم إلى داخل قطاع غزة فارتكب بذلك جريمة حرب حسب كل المواثيق. هؤلاء إن كنا بحاجة إلى مبرر آخر لماذا حماس لا تمثل الإسلام ولماذا دواعش حماس لا يمثلون الإسلام فاختطاف النساء والأطفال. هناك أطفال عمرهم لا يتجاوز 6 أعوام موجودين في غزة مختطفين من قبل هؤلاء الدواعش. هناك مدنيين الكثير منهم مدنيين وهذا جريمة كما قلت جريمة حرب. ولذلك نحن نحارب عدو لا يمثل الإسلام لا يتصرف وفق القيم الأخلاقية ولذلك هذه الحرب ستستغرق من الوقت. هل هناك التزام؟ هناك التزام ليس هذا ليس سؤالا. هناك التزام واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن نبذل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم. ولذلك هناك جهود تبذل على مكشوفة منها خفية منها بطرق إبداعية. فقط هذا الأسبوع قبل يومين أعتقد تم تحرير إحدى المختطفات مجندة في الجيش تم احتجازها في منطقة في شمال القطاع وتم في عملية معقدة مشتركة لجيش الدفاع والشباك تحريرها. وهذه العملية البرية التي ننفذها الآن تساعدنا على المضي قدما في تحقيق هدفي الحرب تفكيك منظومة حماس العسكرية والحكومية وإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم. نعم كنت معي من تل أبيب السيد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.